نير أوتوماتا لعبة يصعب على أي حد إنه يوصفها بشكل دقيق. لما نيجي نبص عليها بنلاقي إنها أحيانا بتفكرنا بفيلم سبيريتد أواي، وأحيانا بتفكرنا بفيلم جوست إن ذا شيل. من ناحية طريقة لعبها، أحيانا بتبقى RPG، وأحيانا بتبقى هاك أند سلاش أو بلاتفورمر أو حتى أيزومتريك، إلا إنها ولا حاجة من الحاجات دي وكلها في نفس الوقت. حالة اللخبطة الدايمة دي هي هدف في حد ذاته عند مخرج اللعبة يوكو تارو، وبيقصد إنه يحط اللاعب فيها بصفة مستمرة. يوكو تارو المخرج غريب الأطوار حتى بمقياس اليابانيين، اللي بيرفض إنه يبين وشه لأي حد. في أحد المرات النادرة اللي كشف فيها عن هويته، قال إنه كان عايز يتعلم إزاي يكتب سيناريو أو قصة، وعشان يوصل لهدفه تارو بيحكي لنا إنه اشترى كتاب تعليمي كبير وقعد يقرأ فيه فترة طويلة جدا، وإنه في النهاية ما فهمش أي حاجة، وده خلاه يقرر إنه يعتمد على نفسه ويستخدم فطرته في الكتابة. ده بيظهر بشكل واضح في نير أوتوماتا اللي تارو ناقش فيها بشكل جميل جدا قضية البشر منذ بداية الخليقة بيناقشوها، ألا وهي إيه هو اللي بيحدد هوية الواحد مننا؟ هل هو جسمنا ولا ذكرياتنا؟ طب هي خبراتنا؟ طب إيه اللي هيحصل لو فقدنا حاجة من دول؟ هل هنفقد هويتنا؟ لو إيدي اتقطعت دلوقتي هل هفضل أنا؟ لو جالك فقدان في الذاكرة هتفضل أنت؟ طب لو فقدت أحد خبراتك، زي إنك ما بقتش تعرف تركب عجلة زي زمان، أو نسيت تتكلم الفرنساوي اللي أنت اتعلمته وأنت صغير، هتفضل أنت؟ بنشوف التساؤل ده في اللعبة بشكل صريح لما بنقابل البياع الأندرويد اللي بسبب الحرب غير كل أجزاء جسمه ما عدا رجله اللي بيعرف بيها، وبيرفض يغيرها لأنها آخر قطعة في جسمه، وبيقول إنه لو غيرها هيبقى شخص تاني ومختلف، وده هيفقد هويته للأبد. تارو بيرد على التساؤل ده كذا مرة في اللعبة، وبنشوف ده باستمرار لما توبي بتنقل وعيها لجسم تاني شبهها مرة ورا التانية كل ما تعمل فاست ترافل، أو حتى لما ناين اس نقل وعيه الآلة من الآلات علشان يساعد توبي. هل ده أفقده أو أفقد توبي هويتهم؟ طب ما هو لما توبي بتموت بتفقد بعض خبراتها وأحيانا ذكرياتها، هل ده غير هويتها؟ الفيلسوف اليوناني هيراقليطس قال لنا زمان إنك مش ممكن تنزل نفس النهر مرتين، بمعنى إنك في كل لحظة المية اللي بتلمسك بتمشي وغيرها بيحل مكانها، وكذلك أنت كل لحظة أفكارك وخبراتك بتتغير وفقا للبيئة والظروف المحيطة بيك. ده بيعني وفقا للفيلسوف الفرنساوي جان بول سارتر اللي بمناسبة في روبوت جوه عالم اللعبة بيحمل نفس الاسم ويردد كلام الفيلسوف ده، اللي بيقول إن إحنا اللي بنحدد ونبني هويتنا بنفسنا، إحنا اللي بنرسم صورتنا في الحياة بنفسنا، ومع إن ده شيء جميل جدا إلا إنه مرعب في حد ذاته، لأن ده بيعني إننا المسؤولين عن كل فعل لينا ونتائجه، إحنا لوحدنا مش حد تاني. في مدار أحداث اللعبة تارو بيطرح علينا التساؤل ده مرة ورا التانية من غير ما يقدم ليه إجابة صريحة، وبيسيب لنا مهمة البحث عن إجابة للسؤال ده. بس انتوا إيه رأيكم؟ إيه اللي انتوا شايفينه بيحدد هويتكم وهوية أي إنسان في العموم؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوفوا مننا فيديوهات أكتر.